أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة حامل في الشهر الخامس، قال الطبيب وأخبرهم أن الحمل رأسه صغير ودماغه مفتوح، فهل يجوز إسقاط الحمل؟ لا يجوز إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء أن الحمل ما يعيش، أن الحمل ما يعيش، فإنه إذا قرروا هذا فإنه يقدم تقريرهم إلى دار الإفتاء وينظرون فيه، ينظرون فيه. أو بإسقاط الحمل يعني كل يسقط الحمل وكل يتصرف، لا، لازم من صدور فتوى من الجهة المختصة. نعم، لازم من تقرير ثلاثة أطباء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.